يا مساء الخير عليكم، كيف حالكم؟ وش احوالكم؟ عندي هنا دجاج مفروم طازج، حطيت معه بصل مفروم وفلفل وملح وبهارات، وبشكلها شكل اقراص. بصل اليوم ان شاء الله برجر او ميني برجر، بشكله على شكل اقراص وحطه في المقلاه، وجهز ان شاء الله عجينه الفطاير، نصلح منها خبز برجر ونشكل منها اي شيء، فطاير لحم ولا خليه ولا بيتزا اي شيء. المهم اني عاد الاساس هو خبز البرجر. صلحت على شكل اقراص، حطه في دهنة الصاج زيت زيتون وبخليه يتحمر. حشوة السمبوسة جاهزة. خليه يتحمر بعد شوي. البركات حلوة، الكثير يقول ما تقلبينها كذا، أنا أقلبها إذا جا فيها قرص، جا فيها خبز، لكن زي كذا فيها زيت والطعم البرجر والعافية على قولتنا هنا النكهة تحت. إذا قلبت على وجه الثاني هذا جاف، لا في زيت ولا طعم شوي ولا شيء، فأفضل إني أقلبها، ولا يعني ممكن إني أقلب المقلاة ويجون هنا مرة واحدة يتحمرون، بس كذا أحسن، هنا طعم الشوي والزيت النكهة، لكن الخبز أو القرص أقلبه على طول كذا، يعني أقلب المقلاة لأنها وجهين، بس في الأشياء اللي كذا مشوية أفضل تبقى القاعدة هذه. قلبين عليها الطعم فيها والنكهة. الله يجزاكم خير على توجيهاتكم وعلى مداخلاتكم. كذا البرجر صار جاهز. هذه العجينة أخليها تقريبا نفس المقاس أو الحجم اللي بحط فيه الخبز، اللي بحط فيه اللحم. شايفين ما شاء الله، وأحلى برجر صنع البيت، دجاج مفروم، بصل مفروم، حطيت فلفل مع فلفل ملون شوي للنكهة، وملح وبهارات فقط، ما حطيت دبس فليفلة ولا حطيت زي الكباب، لا أحلى برجر. في باقي دفعة ثانية بصلحها. بالعافية إن شاء الله. خلصت تجهيز البرجر، أحطها في قدر، وقت التقديم إن شاء الله أو وقت إني أحطها في الخبز أصفها في صحن وأحط عليها قطع جبن شرايح، أحطها في الميكرويف شوي تسخن وتذوب الجبنة عليها، وبعدين أحطها في الخبز. يعني الحين بحطها في قدر وأغطيها وقت ما أستعملها إن شاء الله. وقت التقديم زي ما قلت حط عليها شريحة جبن مربعات حق البرجر، ودخلها الميكرويف شوي تسخن وتذوب الجبنة فيها، وبعدين حطها في الخبز. فالحين خلاص أصبحت جاهزة، حطها في قدر وغطيها، لا تحطونها في حافظة تعرق وتطلع ماء، خلاها كذا في قدر أحسن، أو في علبة بس لا تغطونها مرة تكتمونها تنزل مويتها تصب تعرق. فهمتوني ظني؟ شايفين حطيتها كيف شايفين العجينة، خليتها تقريبا 7 دقائق تعجن لين لمت من الحوض وتكون طرية شوي، أنا أحب العجينة تكون طرية في الفطاير. بخليها كذا 5 دقائق وأعيد عجنها مرة ثانية 2 دقيقة بس، يعني كأني أملكها مرة ثانية، وبعدين بخليها ترتاح من 3 إلى نص ساعة إن شاء الله، وشكلها خبز برجر، والباقي عاد بشوف إن شاء الله ييسر وأصلح. بسم الله توكلنا على الله، العجينة تخمرت، بسم الله.
نزيد شويه زيت، لازم نعطيها بوكس. المهم الحين بشكل اول شيء خبز البرجر، لانه لازم يرتاح اقل شيء من ثلث الى نص ساعه. شكله مقاس البرجر اللي عندكم حسب اللحم اللي عندكم. بسم الله، كوره الى كور هذا الشكل، صفه في الصينيه مدهونه ونغطيه لمده 20 دقيقة الى نص ساعه. اذا تبون النتيجه تكون معكم ممتازه للصامو والبرجر، لازم تشكلونه وتخلونه يتخمر. تقريبا عندي 20 قرص او 20 قطعة لحم، فبصلح 20 حبة برجر. هذي كم؟ 12. بصلح الباقي هنا، بغطيها وبخليها تتخمر. وثمان 20 حبة. شكلت الخبز خلاص صينيتين، بغطيه فوطة وخليه يتخمر لمدة 20 إلى نص ساعة، وبعدين إن شاء الله أمسح الوجه بحليب سايل وأدخلها الفرن. واستمتعوا بأحلى خبز برجر، تبون تحطون على الوجه سمسم أو حبة سوداء براحتكم. نرجع الخبز البرجر، شايفين ما شاء الله تخمر الحين تقريبا له 3 ساعة. عندي هنا حليب سايل، نمسح على الوجه، الفرن ساخن، داخل الفرن لين يتحمر ويستوي، وتحطون على الوجه سمسم حبة سوداء، تخلونه سادة اللي يناسبكم. أهم شيء تدهنون بحليب سايل يعطي شوي لون ويتحمر بسرعة. حليب عادي أو ممكن تحطون ملعقة حليب بودرة مع شوي ماء، تذوبونها وتدهنوا فيه الفطاير أو كريم تخفق المتوفر عندكم. نفس الشيء بدخل الفرن وبعدين نمسح بعد هذا بالحليب السائل. ونرجع الخبز البرجر، ما شاء الله تبارك الله خلص ما شاء الله، أحلى خبز برجر. خليه شوي كذا يبرد، بغطيه فوطة لين يبرد تماما، وبعدين نفتحه ونحشيه باللحم اللي صلحت مع خس مع طماطم مع الصوصات اللي تفضلون، وبالعافية علينا وعليكم. أحلى خبز برجر، يلا بغطيه شوي بس وبعدين أرجع له. جهز معكم البرجر، شايفين ما شاء الله تبارك الله الخبز، افتحها بالنص ندهنها بخليط كاتشب ومايونيز وجبن او اي خلطة انتم تفضلون. بعدين نحط شريحة قطعة خس، شريحة طماطم والبرجر، ونغطيه. إذا عندكم زي كذا عود تمسكونه، منها يمسكه ومنها زينة، ولا تخلونه. وبالعافية علينا وعليكم، أحلى برجر، صحتين وعافية. خلص فطورنا اليوم ولله الحمد، مني برجر، فطاير لحم، وجبنية الدونات، صياما مقبولا وإفطارا شهيا، وتقبل الله منا ومنكم صالح العمل. اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال.